السلام عليكم، ازيكم الشباب؟ برحب بكم في لقاء جديد، ودلوقتي ان شاء الله هنتكلم عن ملخص الساينابس. زي ما احنا عارفين ان احنا عندنا نوعين من الساينابسز، النوع الاول اللي بنسميه الكتريك ساينابس، والنوع الثاني اللي بنسميه كيميكال ساينابس. الكيميكال هو الكلاسيك ساينابس اللي موجود في اكتر من 99% من الحالات، واللي هو واسع الانتشار في كل اجزاء الجهاز العصبي. اما الالكتريك ساينابس ده موجود في اماكن محدده بس، ممكن نلاقيه في الريتنا، ممكن نلاقيه في الهيبوكامبس. الالكتريك ساينابس مميز بوجود جاب جانكشن كباري بتوصل بري ساينابتك بالبوس ساينابتك، لكن هنا في الكيميكال لا، البري ساينابتك والبوس ساينابتك مفصولين تماما عن بعض. شوف هنا، ده يا جماعه الجاب جانكشن، ده الجاب جانكشن زي ما احنا شايفين كده، كوبري ميكانيكال بريدج. اما هنا في الكيميكال ساينابس لا، في فصل تام بين الاثنين. طبعا البري ساينابتك في الكيميكال ساينابس موجود فيه الفيزيكلز اللي فيها الكيميكال ترانسميتر، والبري ساينابتك ميمبرين موجود في الكالسيوم شانلز هنا. طبعا هنا يا جماعه مفيش كلام من ده خالص في الالكتريك ساينابس، لا في فيزيكلز ولا في كالسيوم شانل ولا غيره. هي النبضه بتيجي بتتحرك من البري ساينابتك تمام، وبعد كده تعدي من على الكوبري ده للبص ساينابتك، لا في ناقل كيميائي ولا غيره. لكن هنا القصه اكبر شويه. طبعا الالكتريكال ساينابس هيبقى فيري فاست، سريع جدا، اسرع من الكيميكال، وكمان مش هيبقى فيه اي نوع من انواع الفتيج. خلي بالك من النقاط المهمه دي، ان الجاب جانكشن، عشان الام سي كيو، الجاب جانكشن ده حاجه خاصه بالالكتريك ساينابس، وان هو سريع جدا، وان هو ريزيست الفتيك، وان هو بيوصل في الاتجاهين، يعني من البري البوست او من البوست للبري، على عكس الكيميكال ساينابس اللي بيبقى وان واي دايركشن. طبعا الميكانيزم اوف سينابتيك ترانسميشن طبعا ميكانيزم مهمه وسهله وظريفه. مهم قوي تعرف برضو ان في عندنا ثلاث اشكال من الكيميكال ساينابس. فنهايه الخليه العصبيه الاولى اللي هو طرف الاكزون ممكن ينتهي على السومه بتاع الخليه الثانيه، فيديك النوع ده اللي هو اكزو سوماتيك ساينابس، او ينتهي على الدندرايت فيديك اكزو دندريتيك ساينابس اللي هو ذا كومنست تايب اوف ساينابس، او ينتهي على الاكزون فيديك اكزو اكزونيك ساينابس. طبعا الاكزو دندريتيك زي ما قلنا هو الموست افكتيف، والاكزو اكزونيك، الاكزو دندريتيك هو الموست كومن، والاكزو اكزونيك هو الموست افكتيف. مكونات الساينابس الكيميكال معروفه، بري ساينابتيك، وبعد كده ساينابتك كليفت الشق التشابكي والبوسو ساينابتك. اهم مكونات البري ساينابتك هي الفيزيكلز اللي فيها الكيميكال ترانسميتر سواء اسيتيل كولين او غيره، والكالسيوم شانلز، الفولتج جيتد كالسيوم شانلز، اللي بيسموها احيانا ان تايب. ان تايب، ان تايب يا جماعه، الان اللي هي نيورونال، يعني نسبه الى النيرون. بعد كده يحصل ريليز الكيميكال ترانسميتر، يعبر الساينابتك كريبت ويشبك مع ريسبتور على البوست ساينابتك ممبرين. فاهم مكون موجود عندنا هنا هو البوست ساينابتك ريسبتور، موجود على البوست ساينابتك ممبرين. بالنسبه للميكانيزم اوف ترانسميشن، اون ارايفل اوف ذا نيرف امبلس تفتح على طول الفولتج جيتد كالسيوم شانل، يدخل الكالسيوم باين تو ذا فيزيكلز، يتحد مع الفيزيكل، يحركها تورد الممبرين، بعد كده يحصل لها رابشر وتطلع الكيميكال ترانسميتر اللي يعبر السينابتيك كليفت، بعد كده يتحد مع ريسبتور ويفتح للشانلز. ولما يفتح للشانلز يا جماعه ديت على حسب الشانل اللي بيفتحها، وممكن يشتغل على ريسبتورز ملهاش علاقه بالكهربيه خالص. فاحنا عندنا عنوان هنتكلم عنه بعد لحظات، اللي هو انواع البوس سينابتيك ريسبتور. بعد ما يتحد مع البوس سينابتيك ريسبتور بيديك التاثير اللي ممكن يبقى نبض عصبيه تمشي على البوست سينابتيك ممبرين لو اتحد مع ايونوتروبيك ريسبتور ستيميلاتري، او ممكن حتى يحصل انهبيشن لو اتحد مع ايونوتروبيك انهبيتوري، او ممكن يبقى التاثير ملوش علاقه بالكهربيه لو اتحد مع ميتابوتروبيك ريسبتور زي الجي بروتين كابلد ريسبتور. دي الخطوات اللي احنا لخصناها تمام. نبص بقى على الانواع البوست سينابتيك ريسبتور. مهم قوي يا جماعه انك تبقى عارف انواع البوست سينابتيك ريسبتور، وان هم عائلتين اتنين بس كبار. يعني النوع الاول اللي بنسميها ليجند جيتد شانل، والنوع الثاني اللي هو جي بروتين كابلد ريسبتور. نوع اسمه ليجند جيتد والنوع الثاني اسمه كابلد ريسبتور. النوع الاول من اللي هو ليجند جيتد نوعين، كاتاين شانلز وانين شانل، كاتاين وانين. الكاتاين شانل دي طبعا بتعدي الشحنات الموجبه، ودي بتعدي الشحنات السالبة.
في عندك كاتاينت شانل وعندك اناينت شانل. جميل. فكره عمل الليجند جيتد شانل فكره بسيطه. اول ما بيحصل ريزل ترانسميتر يشبك مع ريسبتور تفتح للشانل، على طول يحصل انفلاكس للايونز تمام الى داخل السل، وعلى حسب بقى الايون اللي بيدخل زي ما قلنا ممكن يحصل استيميليشن او انهبيشن. ففي عندنا كاتاني شانل تسمح بدخول الصوديوم وكمان البوتاسيوم والكالسيوم، او هي بتمرر الاثنين. طبعا الصوديوم والكالسيوم بيدخلوا والبوتاسيوم بيخرج، بس الفاينل افكت ان هو ان الموجه بيدخل جوه السل، ينتج عنه بالتاكيد عمليه ديبولاريزيشن، وعمليه الديبولاريزيشن ده تؤدي الى اكسايتيشن او تؤدي او نقول عليها استيميليشن. طيب والاكسيتاتور ترانسميترز بتشتغل بالاليه دي، لكن الكاتاين شانل ممكن تدخل كلورايد. يعني عندك ده السيل ميمبرين يا جماعه، انت عندك الطبيعي ان بره الخليه بوزيتيف وجواها نيجاتيف، لما يدخل الكلورايد السالب الى داخل السل تبقى النتيجه مش دي بولاريزيشن، ده النتيجه هتبقى هايبر بولاريزيشن، هايبر بولاريزيشن، وده ينتج عنه طبعا انهبيشن. وبهذه الطريقه تعمل الانهبيتري ترانسميتر. ما تنساش الاليه دي مهمه قوي، والناس اللي راجعوا معانا البين كنترول سيستم كنا بنقول ان الانكفالين اللي بتطلع من الانهبيتور انترنيرون في الدورزال هورن بتفتح الكلورايد شانل تعمل لك هايبر بولاريزيشن، وده يعمل بلوك للكالسيوم شانل او يمنع الديبولاريزيشن اللي بتيجي مع النبضه، وبالتالي الكالسيوم شانل ما تفتحش لانها بتبقى فولتج ديبندنت. النوع الثاني من الشانل جي بروتين كابلد، ملوش علاقة قوية بالكهربية بس بيشتغل على الميتابوليزم، عشان كده هذا النوع من الريسبتور يا جماعة بيسموه ميتابوتروبيك، ميتابوتروبيك. النوع الأولاني يقول لك عليه أيونوتروبيك، لكن ده ميتابوتروبيك ريسبتور. طيب الجي بروتين كابلد ريسبتور تمام، ده بيعتمد الجي بروتين كابلد ريسبتور بيعتمد على أفكار مختلفة شوية، ثلاث أفكار أساسية يا جماعة. أول حاجة أول ما يشبك مع الريسبتور او النقل الكيميائي يشبك مع ريسبتور ينشط انزيمات او يفتح الشانل، بس ما تبقاش دي الحاجه الاساسيه، او ينظم عمل الجينات. وبناخد مثال طبعا للجي بروتين كابلد ريسبتور زي مثلا ادينايل سايكليس سيستم، بيجي النقل الكيميائي يشبك مع ريسبتور. ده الجي بروتين يا جماعه اللي هم الثري سب يونتس دول اللي هم الالفا والبيتا والجاما، دي بيسموه هيترو ترايمر ثلاثي، يعني الفا بيتا جاما. اول زي ما انت شفت في الصوره كده، اول ما بيشبك مع الريسبتور الالفا سب يونت بيكام اكتيفيتد اند ليبريتد، تنشط بقى، تقعد تلف بقى في الخليه تنشط الخليه. اول حاجه تنشط مع الادينال سايكليز اللي ياخد جزء من الاي تي بي يحوله الى سايكليك ام بي، والسايكليك ام بي ده هو الريس بتاع الانزيمات، ده المقاول بتاع الانزيمات، هو اول ما بيزيد تركيزه كله يصحصح وكله يشتغل، يبقى دي اول طريقه تمام. طيب تاني طريقة ان هي تفتح بعض الشانلز. من اشهر الشانلز اللي بتتفتح بالالفا سب يونت اللي هي البوتاسيوم شانلز. طبعا البوتاسيوم بيخرج بره السال، طبعا اصل الخلية ان براها موجب جواها سالب، فلما يخرج بره الخلية موجب تتوقع ان يحصل هايبر بولاريزيشن. حط بقى خط تحت الحتة دي عشان الام سي كيو. الانهبيشن في الممبرينز ممكن يتم عن طريق حاجتين، يا اما كلورايد انفلكس اللي احنا لسه قايلينها في الانايون شانل، يا اما بوتاسيوم ايفلكس. وطبعا حركه الايونات مع الجي بروتين ريسبتور ما بتبقاش هي الاكشن الاساسيه. ما تنساش الطريقتين دول للانهبيشن لان هنرجع لهم تاني وهيبقى لهم يعني تركيز كتير على الام سي كيو. الالفا سب يونت زي ما قلنا ممكن بعد ما يحصل لها ليبريشن تروح على الدي ان اي وتعمل ريجوليشن للترانسكريبشن اوف ذا جينز، وبكده يبقى اتحكمت في الجينات جوه السل. بعد ما الكيميكال ترانسميتر يخلص دوره لازم يزال تمام، يعني لازم يزال والا الاكشن هتتكرر. طب هيزال ازاي؟ اول حاجه يحصل له ري ابتيك، تاني حاجه يعني يلتقط ويرجع يتخزن في الفيزيكال تاني، بيتك يرجع من تاني. انزيماتيك ديستراكشن، يتكسر بانزيم معين زي الكولينستريز اللي بيكسر الاسيتايلكولين، وزي انزيمات اخرى زي الماو والكومت اللي بتكسر الكاتيكولامين، او يحصل له ديفيوجن يعني يتناثر للانسجه المجاوره، المهم ان هو يختفي يعني ما يبقالوش وجود باي طريقه بقى بتختلف من حاجه للتانيه. طيب احنا عندنا في عندنا حاجه اسمها سينابتيك انهبيشن. سينابتيك يا جماعه ايه انهبيشن؟ يعني ايه سينابتيك انهبيشن؟ هو انت متخيل دايما ان السينابس لازم يبقى ستيميليشن؟ لا مش شرط.
فعندك بقى طرق للسينابتيك انهبيشن كتيره، فالمسمى ده يا جماعه سينابتيك انهبيشن. تمام. طيب السينابتيك انهبيشن ده ممكن يبقى فيه بص سينابتيك انهبيشن، وفي ريكارنت، وفي بري سينابتيك، والحاجات دي سهله خالص. البري سينابتيك انهبيشن ده بتاع البين كنترول سيستم، اللي احنا خدناه قلنا ان الانكفالين اللي بتطلع من الابيتو انترون تفتح الجرادد شانل، تعمل هايبر بولارايزيشن، ده يقفل الكالسيوم شانل فيتوقف التوصيل كده على مستوى البري سينابتيك ميمبرين. الريكارنت هنقوله ان شاء الله في المحاضره اللي جايه بتاعت الريفلكسز. بعد كده البوست سينابتيك انهبيشن احنا لسه قايلينه بطريقتين، يا اما اوبننج للكلورايد شانل، لسه قايلينها يا جماعه، تمام، يا اما اوبننج اوف بوتاسيوم شانل. احنا قلنا الكلورايد ديت مع الانايون شانل، وقلنا البوتاسيوم مع الجي بروتين كابلد ريسبتور. هما الطريقتين هما اللي انا اتكلمت عنهم، نفتح الكلورايد او نفتح البوتاسيوم، النتيجه في الحالتين واحده، هايبر بولارايزيشن اند انهبيشن. وصلنا دلوقتي للبروبرتيز اوف سينابتيك ترانسميشن. فاول خاصيه عندنا في السينابتيك ترانسميشن اللي هي يا جماعه وان واي كوندكشن، التوصيل احادي الاتجاه. نقصد طبعا بالتوصيل احادي الاتجاه ان في الكيميكال سينابس التوصيل يا جماعه من البري للبوست، تمام، يعني ما ينفعش في عكس الاتجاه، لازم كده. طب ينفع النبضه تتحرك من البوست للبري؟ هو في فيزيكال هنا في البوست او في ريسبتور في البري؟ لا، فالتوصيل فقط من البري للبوست وليس في عكس الاتجاه، وده بيعتمد على الوجود الفيزيكالز والريسبتور في مواضع معينه. سينابتيك ديلي اللي هي العطله، الوقت اللي بيحتاجه التوصيل جوه السينابس، احنا كل سينابس بيعطلنا نص ملي ثانيه. طيب الوقت ده ضعف ايه؟ ضعف عمليه الديبولاريزيشن ودخول الكالسيوم وبايندنج تو ذا فيزيكال وموفمنت اوف ذا فيزيكال وريليز اوف ذا ترانسميتر وكروسنج اوف ذا كليفت والتحدث مع الريسبتور، كل ده بياخد وقت ما يعادل نص ملي ثانيه. طيب سينابتيك فاتيج، انت لو جيت على اي سينابس وعملت له ريبيتد ستيميليشن، عجبتك الفكره، شغال شغال شغال، في النهايه هيجهد. لما نيجي نعمل ريبيتد ستيميليشن السينابس في النهايه هيضعف. طيب ايه السبب الضعف ده؟ ان حصل ديبليشن اوف ذا كيميكال ترانسميتر، خلص او استنفذ الكيميكال ترانسميتر. يبقى اذا السينابتيك فاتيج سببه ان حصل ديبليشن للكيميكال ترانسميتر. برغم ان الفاتيج يبدو ان هو حاجه يعني مش كويسه، لا، في حالات معينه يا جماعه زي مرض الصرع الابليبسي، مفيش عندنا اي وسيله في على الاطلاق لاسعاف اي عيان عنده صرع على الاطلاق. الحاجه الوحيده هي ان احنا بنسيبه لما النوبه تخلص. طب ايه اللي بيوقف النوبه بتاعه الصرع؟ هو ان السينابسز اللي موجوده في الدائره الكهربيه اللي موجوده في المخ اللي بتطلع النبضات دي وتعمل الصرع، يحصل فيها فتيك. في الحاله دي العيان بيخش في حاله من الخمول ويهدى خالص وينام لفتره طويله. اذا الفتيك ده بروتكتيف في حالات الابليبسي. رقم 4 افكت اوف هايبوكسيا. احنا عندنا الخلايا العصبيه يا جماعه بتبقى هايلي ديبندنت على الاكسجين، يعني بصوا ثواني بتفرق. يعني انت لما بتيجي تقف كده، تكون قاعد وتيجي تقف بتلاقي نفسك ضغط، ليه؟ ده مفيش دم للمخ بسبب الجاذبيه، يعني ثانيتين ثلاثه مفيش. الانسان اختل الوعي بتاعه. ولو 7 ثواني توقف الدوره الدمويه بالاكسجين، ده يؤدي الى كوما، غيبوبه، غيبوبه على طول، تمام؟ 7 ثواني بس غيبوبه مباشره. تمام. طيب لو 3 دقائق 3 minutes يا جماعه 3 minutes ده يؤدي الى يعمل في البرين irreversible damage. irreversible damage يعني تلف لا يعوض، تلف لا يعوض. تمام. البي اتش بتفرق كتير جدا. البي اتش الانسان يا جماعه عايش في يعني بي اتش 7.4، احنا البي اتش الطبيعيه تتحرك ما يعادل 2% بس، يعني من 7.38% الى 7.42%، ده المدى اللي احنا عايشين فيه. لو خرجنا بره المدى الضيق ده يحصل مشاكل كبيره جدا. ده البي اتش لو وصلت الى 8 هيحصل تشنجات قاتله تموت الانسان، ولو نزلت ل 7 هيحصل غيبوبه برضه قاتله لو استمرت. يعني الانسان بيبقى حساس جدا لهذه الاشياء لانها بتاثر على السينابتيك ترانسميشن اللي هو مسؤول عن الوعي ومسؤول عن كل الوظائف البيولوجيه. بعد كده تأثير بقى الدراجز، في عندك الكافيين والسيوفيلين اللي موجود في الشاي والقهوة، الحاجات دي طبعا بتعمل ديبولاريزيشن البص سينابتيك ممبرين وبتخلي الثريشولد اقل من الطبيعي، فتخلي الممبرين سهل الاستجابة وتخلي الواحد طبعا سهل التنبيه ويبقى نشيط وهكذا. في عشب بياخدوه للإثارة، تمام، يبقى عند الإنسان حالة من الإثارة موجود، كان يعني هو عشب تقليدي شوية. بعمل ايه بقى العشب ده؟ اللي هو الاستريكنين، وهتدرسوه في الطب الشرعي، بيقلل
افراز الجلايسين. بس الجلايسين ده عباره عن انهبيتور ترانسميتر بيهذب وينظم التوصيل في السينابس، فلما الماده دي بتقلل افرازه التوصيل في السينابس بتبقى عاليه جدا. اناستكس اند هيبنوتكس، المخدرات والمنومات، الحاجات دي برضو بتوقف التوصيل في السينابس. في خاصيتين مشهورين قوي ولازم ناخد بالنا من نقاط مهمه فيهم، لان هما لما بيجوا في الام سي كيو بتبقى الاسئله بتاعتهم بتلخبط شويه. حاجه اسمها بوست تيتانيك فاسيليتيشن، وحاجه اسمها لونج تيرم بوتنشيشن. طيب انا بس في مرادفات يا جماعه هنا، ممكن يجيبها لك بالاسم ده بوست تيتانيك فاسيليتيشن او بوست تيتانيك بوتنشيشن، او بدل ما يقول لك بوست تيتانيك يقول لك شورت تيرم، يبقى خلي بالك من كلمه شورت تيرم. طبعا كل واحد فينا يعني في جامعه معينه ممكن بتستخدم مصطلحات معينه نظرا لاعتمادها على سورسات مختلفه شويه، وده برضه لونج تيرم ممكن يقول لك بوتنشيشن او يقول لك لونج تيرم فاسيليتيشن، يعني خليك مرن كل دي مرادفات. طيب في الحالتين في نوع من التقويه او التحسن في السينابتيك ترانسميشن. الشورت تيرم ده يعني ايه؟ يقعد ثواني بكتير دقائق، واللونج تيرم ده يقعد دقائق، يقعد ساعات بقى ممكن ايام. بتيجي هنا الشورت تيرم لما نعمل رابد ستيميليشن بس، يعني نبهنا يعني سخنا السينابس كده نبهناه بشكل متكرر، لكن هنا بقى لا العكس بقى، هنا فير رابد بريف. بص يا جماعه في اللونج تيرم بوتنشيشن ديت يعني لازم لها الات معينه، زي الناس اللي بياخدوا جلسات في العلاج النفسي وعلاج الاعصاب سيشنز، بياخدوا يعني جلسات كهربيه بيجي على الاعصاب يدي لها نبضات بمعدل سريع جدا في وقت قصير جدا، فالعيان ياخد الجلسه تلاقيه يتحسن اسبوع. لكن البوست تانيك فاسيليتيشن لا، ده حاجه عاديه، زي مثلا انت بتبقى كسلان شويه تقوم تعمل تمرين رياضي ينشطك دقايق وهكذا. تمام. هنا المده بتاعتها من ثواني لدقايق، لا هنا لا، ده بتبقى هنا دقايق ساعات وايام طويله زي ما قلنا، ممكن توصل لاسبوع. مهم قوي يا جماعه عندنا الميكانيزم، اهم حاجه الميكانيزم. احنا عندنا في الحالتين بيزيد الكالسيوم. طيب بيزيد الكالسيوم في البوست تانيك فاسيليتيشن، بيزيد الكالسيوم فين؟ خلي بالك بقى عشان الام سي كيو النقطه دي مهمه قوي. بيزيد الكالسيوم هنا في البري سينابتيك ممبرين، اوعى تغلط الغلطه دي، في البري سينابتيك ممبرين. اما هنا الكالسيوم بيزيد في البوست سينابتيك ممبرين. تمام. برضو بعض الناس ممكن تسال، هنا الشورت تيرم يا جماعه بيزيد الكالسيوم هنا، اما اللونج تيرم بيزيد هنا. طب واحد يقول لي طب ماشي، طب هيزيد في البري سينابتيك، معروف ان هو هيطلع فيزيكلز كتيره وينشط الدنيا. طب والبوست سينابتيك؟ في البوست سينابتيك بقى هو ما بيشتغلش على الفيزيكلز، هو بيشتغل كسكند ماسنجر. يا جماعه احنا عندنا معظم انزيمات الخلايا تنشط بالكالسيوم، فهو عباره عن سكند ماسنجر مهم جدا وفعال جدا. فهنا الفكره في اللونج تيرم بوتنشيشن ان التاثير هنا ميتابوليك مش الكتريكال، تاثير ميتابول على الميتابوليزم، فبيخلي الخلايا في حاله نشاط يمتد الى اسبوع زي ما قلنا. السميشن، خاصيه السميشن مهمه قوي. ليه؟ الجمع، لان الناس متخيله يا جماعه ان نبضه واحده في البري سينابتك كده تعمل لك نبضه في البوست سينابتك، لا ما تعملش نبضه، ما تعملش نبضه في البوست سينابتك، ليه؟ الطاقه ما بتوصلش كامله. فالنبضه في البري سينابتك تديك فرق في الجهد نص ملي فولت في البوست سينابتك ممبرين بس، سواء كان نص ستيميليشن او نص انهيبيشن. طيب لا نص ستيميليشن ونص انهيبيشن هيفرق، وكانك ما عملتش حاجه. فالحاجات دي بيسموها ايه؟ اكزيتاتوري بوست سينابتيك بوتنشال، زي اللوكال اكزيتاتوري ستيت كده، يعني يديك حاله من التنبيه الموضعي، سواء كان اكزيتاتوري فنقول عليه اكزيتاتوري بوست سينابتيك بوتنشال، او حاله من الانهيبيشن الموضعي فنقول عليه انهيبيتور بوست سينابتيك بوتنشال. بس في الحالتين هو نص ملي فولت وهو غير مؤثر الا اذا حصل له سميشن. وعندنا طريقتين للسميشن، طريقه اسمها سبيشال سميشن وطريقه اسمها تيمبورال سميشن. طيب ايه الفرق بينهم؟ سبيشال يا جماعه بيسموه جمع مكاني، يعني لو انت عندك وليكن اكزيتاتا بوست سينابتيك بوتنشال ايه، طبعا الرسمه اللي قدامك دي اللي هي بتاعه النبضه العصبيه، ده الريستنج يا جماعه، ريستنج من برين بوتنشال عشان ما تلخبطوش، افتكروا شويه ارجعوا بالذاكره ورا شويه، ريستنج من برين. وده الفارنج ليفل اللي لو الممبرين وصل له بيديك نبضه العصبيه، وده الزيرو، وطبعا ده الاوفر شوت، ده الكلام الجميل بتاع الكهربيه بتاع النيرف والمصر. شوف ده ما موصلش الفارنج ميل لوحده ما يعملش حاجه. طيب لو في عندنا مؤثر تاني اخوه بي برضه ما يعملش حاجه، طب سي برضه ما يعملش حاجه. طيب لو الثلاثه دول اللي هم جنب بعض شغلناهم في نفس الوقت كده ممكن يتجمعوا، مش ثلاثه بقى يا جماعه بقوا 50 بقوا 100 بقوا 1000 يعني، بس انا عايز ابسط لك الصوره. شوف بقى يا جماعه لما يكونوا قريبين مع بعض كده نوصل للفارنج ليفل وكده تتكون نبضه. علشان كده السبيشال سميشن لازم المؤثرات تبقى نيبرنج، ده شرط مهم،
ولازم ات ذا سيم تايم تبقى ابلايد ات ذا سيم تايم. خلي بالك الشروط دي مهمه قوي عشان الام سي كيو يقول لك في السبيشال سبميشن المواصفات ايه، تبقى المؤثرات قريبه من بعضها ولازم ات ذا سيم تايم. في نوع اخر للسبميشن اسمه تمبورال سبميشن، انت ممكن لو انت في نفس النقطه ممكن برضو توصل للفارنج ليفل، بس هتنبه في نفس النقطه بشكل متكرر ورا بعض ورا بعض ورا بعض لغايه ما نوصل للفارنج ليفل. الشروط هنا ايه؟ نفس النقطه طالما قلنا تمبورال بس وذين فيري شورت تايم، بمعنى ان قبل ما التاثير الكهربي بتاع الاولاني يختفي بيكون انت اديت الثاني، وقبل ما التاثير الكهربي بتاع الاولاني والثاني والثالث والرابع يختفي يكون انت اديت الخامس. في الحاله ديت يتجمع، فهمني؟ يعني انت بتنبه وذين فيري شورت تايم. ما عادش بقى اللي انا اقول لكم باي باي، اشوفكم في ملخص جديد.